شباب حياكم الله وما تكونون، صباح الخير عليكم. كل معلومة هي تفيد المجتمع أو تفيد خلفاتنا أو أستاذنا أو المستجدين استوهم يعني. القراصة عندنا يعني يمكن فيها فحل، وهذا من الفيل يستخدمها للسيراميك، وتقريبا يعني ما تتعدى العشرة مليم، يعني العشرة مليم تتعداها. يعني شوف هذه العشرة مليم فرق، فتبقى القراص تاخذ راحتها، شوف تدخل للنص فتبقى عندي هنا مجرد عشرة مليم بس اقصى حد. اليوم جابوا لنا ارضيات، هاي احنا طبعا قصيناها تلف عندي، ارضيات 14 مليم. ال 14 مليم خليه هنا، شوفها ايش قد طلع عندي، واضح مره؟ طلع عندي حوالي يعني نص سنتيم. شوف اذا تقدر تشتغل هالشكل واريد اشتغل الارضيه ايش قد ظلت عندي، يعني بقرصتها زين، يعني حتى القارصه اللي عندي بهالطي الكاميرا، حتى القارصه ما تشتغل يعني الا يعني اكبرها القارصه مالتها. فوصينا شخص ليجيب لنا اكبر هذا الحجم، تشتغل حتى على الجرانيت. فان شاء الله بتجي تشوفها لكم وشلون فعال الجرانيت، او تجيكم السمك 14 او 15 مليم. تحياتي. هذا المنور، منور مرقاف ثاني، انجزنا الارضيه مالته، بس هي الفكره مو يم التطبيق، الفكره يم القراصه. شوف ايش طالع من هنا حوالي سنتي، نص سنتي طالع، نص سنتي، فالنص سنتي شوف ما تدخل، يعني اقصى حد تقريبا سنتيم واحد اقصى حد. فجيب قراصات اكبر حجم عمود تصعد لي فوق، عمود تدخل نص، تدخل الى النص، يعني هذا الحد مالها، وهذا هو القياس مالها. القياس هذا مال الجدران بس 10 ملم بس، يعني سنتيم واحد فعاله، بس اذا اكثر لا. هو هذا ال 15 ملم جبناه مال الارضيات، ما يعني ما هاي مو فعاله وياها. لما تكونون مثل ما وعدتكم دزي الشخص يجيب القراصات، هاي القراصات تشتغل حتى على الجرانيت. شوف هاي المادة ايش قد تشتغل حتى على الجرانيت، حتى لو مادة، حتى لو روبوت تشتغل جرانيت، وحتى مرمر تشتغل. القراصات هاي كلش حلوة ومناسبة، وتقريبا نفس السعر، شيء بسيط بس. تحياتي.